بمرور الأيام يقترب التونسيون من أحد أهم الاستحقاقات السياسية والانتخابية التي انتظروها منذ سنوات، الاستفتاء على الدستور. وبحسب رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه في ديسمبر الماضي، فسيكون ذلك في يوليو المقبل، استفتاء مصيري للجمهورية الثالثة، لكن صعوبات عديدة تواجه تنظيمه. الهيئة مستعدة وجاهزة لإنجاز المواعيد الانتخابية القادمة، الاستفتاء في 25 جويلية والانتخابات في 17 ديسمبر، إلا أنه ربما نقع في ضيق وضغط زمني بالنسبة للانتخابات متاع 17 ديسمبر إذا ما عدي للقانون، وهذا ما نتوقعه، ويمكن تلافي هذا باختصار الأجال في القانون الجديد، أجال الطعون وأجال الترشح وأجال الحملة الانتخابية. الصعوبات التقنية والقانونية التي تعترض هيئة الانتخابات لا تتعلق فقط بتغيير النظام السياسي في الدستور أو بعض القوانين، فالمعنى الحقيقي لتلك التغييرات على المستوى السياسي سيكون في الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل، انتخابات ستخضع لتوازنات جديدة. هناك عدة مؤشرات تدفع باتجاه أن تكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة مغايرة لتلك الاستحقاقات التي عرفتها البلاد ما قبل 25 يوليو الماضي. لذلك الجميع الآن بانتظار تبديد حالة الغموض التي تحيط بجملة من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وتسعى قوى وطنية وسياسية عديدة إلى إنجاح المسارات الانتخابية المقبلة لإعادة الاستقرار السياسي الضروري لأي عملية إصلاح اقتصادية. مهمة صعبة أمام الهيئة العليا للانتخابات، لكنها قابلة للتحقيق إذا ما توفرت لها الإمكانيات اللوجستية والوضوح القانوني. والكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية للبدء في الترتيبات اللازمة. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.